بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. إن شاء الله هنكمل our lectures in internal medicine board review. هنتكلم النهاردة عن ال valvular heart disease. هنكمل بقية ال valvular heart disease، هيبقى كلامنا النهاردة عن ال mitral stenosis. يمكن دي ال items أو topics اللي هنتكلم عليها. تعال نتكلم الأول عن ال mitral stenosis ونبص إيه هو أهم سبب ال mitral stenosis. هو rheumatic fever. rheumatic fever دي سبب رقم واحد واتنين وتلاتة في ال mitral stenosis. ف mainly the only cause اللي يعملك mitral stenosis هو rheumatic heart disease. ال mitral stenosis لما نيجي نشوف ال pathophysiology بتاعها، لو بصينا في ال diagram اللي قدامنا ده، normally المفروض انه during diastole الدم بينزل من ال left atrium ويروح بعد كده في ال left ventricle، وبعد كده بيطلع في ال aorta عشان يروح في ال systemic circulation. لكن ال pathophysiology اللي بيحصل في حالات ال mitral stenosis انه ال valve نفسه هنا هو بيبقى bicuspid valve، الفتحة بتاعته بتبقى narrow. ف during systole يعني during systole ال atrium بتبذل مجهود عشان خاطر تضخ الدم اللي رايح لل left ventricle، وللأسف المجهود ده مش بيبقى كافي إن هو يضخ كل الدم، فبتلاقي إنه كمية الدم اللي رايحة الليفت فنتركل بتبقى قليلة، وبالتالي الدم اللي رايح في السيستم سيركليشن بتبقى قليلة، فبيبقى عندهم low cardiac output. مش كده وبس، لأ كمان في عندنا مشكلة تانية، وهو إنه بيحصل congestion خلف الليفت اتريوم، يعني في البلمونري سيركليشن وبالتالي في اللانجز، فالناس دول بيبقى عندهم pulmonary congestion. ويمكن دول ال two hallmarks بتوع mitral stenosis، اللي بيحصل لهم pulmonary congestion وبيحصل لهم low cardiac output. وهتلاقي ان ال presentation ده بيشبه لحد كبير جدا presentation of heart failure، عشان كده واحد من اسباب ال heart failure اللي بتحصل هو mitral stenosis. انه كمان بعد كده on the long run لما بيحصل pulmonary congestion على طول باستمرار، هتلاقي ان ال pulmonary artery نفسه البريشر فيه بيزيد، وبالتالي بيبقى عندهم بالمونري هايبرتنشن وبيحصل لهم رايت سايد هارت فيلير. عشان كده واحد من اشهر اسباب الرايت سايد هارت فيلير هو المايترال سيروسس. مش كده بس، لا في عندنا كمان ممكن كومبليكيشن تحصل لده، انه دايما في عندنا زي ما قلت ان الليفت اتريوم بيبذل مجهود عشان خاطر يضخ الدم، وبيبقى دايما كونجستد بالبلد. ده ممكن يؤدي الى تكون جلطات في الليفت اتريوم. يمكن دي واحدة من أهم المشاكل اللي بتحصل في حالات المايترال سينوس، مش بس إن بيحصل دايلاتيشن في الليفت اتريوم، لأ كمان إنه ممكن يتكون جلطات، والجلطات ديت طبعا ممكن تعدي بعد كده في الليفت فنتركل وتدخل في السيستميك سيركيليشن اللي بيسموها ثرومبو امبوليك ستيتس. ده عامة كده ان جنرال الباثوفيزيولوجي في حالات المايترال سينوس. يبقى اجين المايترال سينوسس اهم سبب ليه هو روماتيك فيفر. الباثوفيزيولوجي عندنا هو اللي بيحصل ناروينج في المايترال فولف، ونتيجة لذلك بيحصل حاجتين مهمين قوي. اول حاجة ان بيحصل كونجيشن ورا الليفت اتريوم يعني pulmonary congestion. تاني حاجة اللو كاردياك اوتبوت اللي بيحصل، ومن اشهر الكومبليكيشن زي ما قلنا الليفت اتريال دايلاتيشن ثرومبس فورميشن اللي ممكن بعد كده تؤدي إلى systemic embolization. تعالوا بقى نتكلم عن ال presentation لحد عنده mitral stenosis. تعالوا نبص أول حاجة على system symptoms. symptoms عامة عادة بيبقى عنده بيشتكي من إيه؟ بيشتكي من dyspnea on exertion نتيجة ال pulmonary congestion اللي موجودة. هتلاقي إن أغلب ال presentation بتاعتهم بتبقى pulmonary أو lung presentations، دي نتيجة زي ما قلت ال pulmonary congestion اللي عندهم، فبيبقى عنده dyspnea on exertion مش عارف ياخد نفسه. اوكي مش كده بس، ده ممكن كمان يحصل لهم paroxysmal nocturnal dyspnea. يعني ايه؟ يعني العيان يجي ينام بعد ما يقوم كده بعد ما ينام بساعه يقوم على كحه ومش عارف ياخد نفسه ويجري على الشباك عشان خاطر يعرف ياخد نفسه. نفس السبب هو ال pulmonary congestion. مش كده بس، واحد كمان من الاسباب المهمه قوي او presentations مهمه قوي هو الهيموتس. الهيموتس معناها coughing of blood، وبرضه نفس السبب بسبب pulmonary congestion. وكمان في الحالات البرولونجد او لما بيمر وقت كتير، بيبقى واحد من اسبابه هو ان كمان العيان بيدخل في pulmonary hypertension، فبيزود البريشر في pulmonary vessels الضعيفه خالص، وبالتالي pulmonary capillaries تفرقع. تفرقع فين؟ تفرقع في الالفيولاي، فالواحد يبدا يكح، تلاقي ان الكحه بتاعته معرقه بدم. ما بيبقاش فرانك هيموتس عامه، لكن مجرد بس تلاقي streaks of blood في الكف.
ويمكن يبقى إذن الثلاثة دول اللي هما الديزنيا والديزنيا الأوكسيرشن وبروكسيما النوكرانيا ديزنيا والهيموبسيس، الثلاثة ليهم the same path physiology وهو البالمونري كونجيشن. زي ما قلت برضو واحد من البرزنتيشنز تانية ان يبقى في عندهم فاتيج وكولد اكستريمتيز اللي هي مانيفستيشنز اوف لو كاردياك اوتبوت، علشان خاطر الدم اصلا زي ما قلت معدي من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل، وبالتالي خارج الاورتا السيستمك سيركيليشن بيبقى ضعيف. واحده من البرزنتيشنز اللي ممكن تحصل زي ما قلت في حالات الكومبليكيشنز هو البالبيتيشن. البالبيتيشن معناها ان الواحد يبدا يحس بضربات قلبه. طب يبدا بيحس بضربات قلبه ليه؟ معناها ان حصل خلل في ايقاع القلب نفسه، يا اما ابنورمال ريد او ابنورمال ريزم، وبالتالي العيانين اللي بيحصلهم اي اف، ودي واحده زي ما قلت من اهم المشاكل اللي بتحصل في الناس اللي عندهم ميترال ستينوزس، ان بيحصل نوع من انواع الاريزميا زي ما ان شاء الله هنتكلم بعد كده في الاريزميز، هو الاي اف. والاي اف دي ان الاتريوم بعد ما كان بدل ما كان بقى كله بيكونتراكت از وان يونت، وبيبقى متساق باي specific pacemaker اللي هي الاس اي نود، لا الاس اي نود خلاص عطلت ما بقتش تشتغل، وبدل ما يبقى الاتريوم كله بيكونتراكت از وان يونت، لا بدأ يرعش مش عارف يكونتراكت كله، وبالتالي خلاص الدم مش بيقدر يتدفق كله مره واحده during السيستولي، فبيحصل stagnation of blood في left atrium. وقلت ان stagnation of blood ده ممكن يحصل له بعد كده يكون thrombus، والthrombus دي hidden risk for embolization. Okay. يبقى other presentations متعلقة بال complications بتاعة ال mitral stenosis هي ال heart failure و ال AF and thromboembolism. طيب تعالوا بعد كده نشوف ال signs بتاعة ال mitral stenosis، يعني الحاجات اللي بلاقيها في ال examination. من أشهر حاجات بلاقي mitral fissures. إيه ال mitral fissures ده؟ ال mitral fissures بتلاقي إن العيان بيبقى عنده molar flush، الوش بتاعه كده بتلاقي محمر حوالين ال cheeks، وده سبب دايريتد كابيلاريز. ليه بيبقى عندهم دايريتد كابيلاريز؟ مين دي؟ العيانين اللي عندهم مايتر سينوسيس زي ما قلت بيبقى عندهم بالمونري كونجيشن، وبالتالي عمليه الاكستشينج اوف بلاد جوه اللنج بتبقى ضعيفه شويه، عشان كده بيريتين كربون دايكسايد، والكربون دايكسايد بيبقى ليه افكت على البلاد فيسلز فازو دايليتور افكت، عشان كده بيبقى عندهم فازو دايريشن في الكابيلاريز اللي موجوده في التشيكس، وبالتالي بيبقى عندهم مولر فلاش بيسموها mitral fissures، شبه المولر فلاش بتاعت الناس اللي عندهم SLE، بس هنا الميكانيزم بتاعها مختلف خالص. يبقى اذا المايترال فيشز بيبقى عندهم مولر فلاش، وده نتيجه دايريتد كابيلاريز في التشيكس. يبقى فاهم ليه في عندهم دايريتد كابيلاريز؟ عشان خاطر بيبقى عندهم كربون دايكسيد ريتنشن سكندري تو بالمولر كونجيشن. من ضمن الحاجات كمان اللي عند العيانين عندهم مايترال سينوزيس، بدور بقى في الاكزامينيشن البالس بتاعهم. البالس بيبقى سمول فوليوم. طب ليه البالس عندهم سمول فوليوم؟ عشان خاطر اللو كاردياك اوتبوت اللي احنا قلنا عليها نتيجه النارينج في الميترال اورفيس نفسها، الدم اللي رايح من ليفت اتريوم لليفت فنتريكل بيبقى قليل، وبالتالي الدم اللي بيتضخ في الاورتا بيبقى قليل، يعني الدم اللي رايح للسيستميك سيركيليشن بيبقى قليل، عشان كده العيانين دول بيبقى عندهم manifestations of low cardiac output. زي ما قلت في ال presentation عندهم fatigue و cold extremities، في ال signs بيبقى عندهم small pulse volume. وقلنا ان في حالات ال complication بيبقى عندهم كمان irregular pulse، وده secondary to ال AEF. يبقى لو لقيت العيان عنده متر بتاع mitral stenosis عنده irregular pulse، فكر فيه على طول ان يكون حصل له atrial fibrillation. نكمل الساينز، و during examination بقى local examination of the heart بيبقى عندهم ال apex بتبقى tapping apex. يعني ايه tapping apex؟ انا لو حطيت ايدك على ال heart كده او ال pericardium during examination هتلاقي انه مع كل heart beat في ال S1 بتحس كده زي ما يكون في خبطة بتحسها، وده نتيجة ايه؟ نتيجة palpable first sound. ال valve بتبقى narrow، وبالتالي during دايستري هو بيفتح عشان خاطر يعدي الدم، وبعدين ديورنج سيستول بتقفل. طب هو اصلا نارو، وساعات بيبقى ممكن يبقى فيه كالسيفيكيشن على البرفي بتاعت الفالف نفسها، فهي بتقفل ديورنج الاس 1 هتلاقي الساوند بيبقى عالي، عشان كده هيبقى عندهم ماركت او انكريزد في الاس 1 ساوند. طيب ده بيترجم بقى كلينيكالي ازاي ان ممكن الساوند ده يبقى بالبابل عند الايبكس
عشان كده بيسموها tapping apex. يبقى tapping apex دي سببها ان في عندنا palpable first sound، وده نتيجة ايه؟ زي ما قلت النارو بتاعة الفالف نفسها. عشان كده during السيستول بقى لما بيقفل during السيستول الكاسبس نفسها بتعمل صوت كده عالي، ممكن احسه كلينيكالي بيبقى عندهم tapping apex. برضه during examination بقى العينين دول اللي هو prolonged بقى لفترة طويلة عنده mitral stenosis زي ما انا قلت بيعمل pulmonary congestion. وال pulmonary congestion لما تبقى prolonged بتأثر على ال pulmonary arteries نفسها، pressure جوه ال pulmonary artery بيعلى، عشان كده عندهم pulmonary artery hypertension أو pulmonary hypertension. طب pulmonary hypertension ده يمثل ضغط على ال right side of the heart، وبالتالي بيبقى عندهم right side heart failure وبيبقى عندهم right ventricular hypertrophy. clinically يبان ازاي؟ عندهم left parasternal heave. يبقى left parasternal heave لو لقيته فعلا عنده mitral stenosis اعرف ان ده prolonged mitral stenosis، معناه ان عنده دخل فيه right ventricular hypertrophy، وده بيبقى secondary to pulmonary hypertension secondary to prolonged pulmonary congestion. يبقى هو السيناريو كده، في عندك narrowing، حصل congestion في pulmonary vessels، لما يطول قوي 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 يقعد فترات طويلة بيدخل فيه pulmonary artery hypertension. pulmonary artery hypertension لما بيطول بيبقى دايما تلاقي انه ال left ventricle بيبذل مجهود عشان خاطر يزق الدم قدام ال hypertrophied pulmonary artery، فبيدخل فيه right ventricular hypertrophy و right side heart failure. يبقى مهم قوي كلينيكالي وانت بتشوف local examination فعلا عنده mitral stenosis، وابص على ال apex بقى ليها tapping apex، وابص على ال left parasternal heave اللي denote ان يعني دوت عنده prolonged او severe mitral stenosis، severe and prolonged mitral stenosis تؤدي الى right side hypertrophy and heart failure. طب نيجي بعد كده السماعة بقى. يبقى انا اتكلمت في الجنرال اكزامينشن، بصيت على البلس، بصيت على المولر فلاش، وبعدين اتكلمت على اللوكال اكزامينشن، بصيت على الايبكس والليفت بارسترن هيف. نمسك بعد كده السماعه، هتسمع ايه؟ دايما لما بحط السماعه كلينيكال بسمع حاجتين، بسمع الهارت ساوندز وبسمع هل في ادد ساوندز ولا لا. يعني بسمع الاس 1 والاس 2. الاس 1 بشوف فيه هل سبيسيفيك كاركتر في الاس 1 او اس 2، وبعدين بقى ابدا اشوف هل في ميرمر او ادد ساوندز ولا لا. فالعين ده لما اجي اسمعه انا زي ما قلت بيبقى عندهم لاود اس 1. ليه؟ لان الفالف نفسه الفتحه بتاعته نارو، وساعات بيبقى في عندي مشاكل كمان على الفالف نفسه، ساعات بيبقى ممكن تلاقي فيه فالسيفيكيشن على الفالف، عشان كده لما يجي يقفل تسمع الساوند بتاعه بيبقى عالي. اوكي، فعشان كده الاس 1 اللي هي بتاعه السيستولي او الكلوجر of the mitral and tricuspid valve بتبقى عالية، عشان كده بيبقى عندهم loud S1. طب ايه حكاية ال opening snap دي بقى؟ ال opening snap سببها زي ما ال valve لما بيجي يقفل يعمل صوت، ال valve لما يجي يفتح بيبقى ال pressure of the blood من ال left atrium المتدفق ناحية ال left ventricle بيبقى عالي قوي، عشان كده لما بيجي يحصل ال valve يفتح صوت الميرمر بيبقى عالي، وهو بيفتح كمان تسمع صوت كاركترستيك بيسموها opening snap. يبقى opening snap اللي هو gush of the blood through the narrow valve بيسموها opening snap، وبيخبط الفالف نفسه او بتخبط البايكاسبت فالف نفسها، فبتسمع الصوت بتاع الدايستوري بيبقى ليه كاركترستيك ساوند، وبعدها severe murmur. عامل كده الفالفز بتفتح ويحصل gush of the blood، فبتسمع opening snap. الميرمر بقى بتاع الميترال سينوس بيبقى دي characteristic timing و characteristic character، بيبقى low pitched murmur وبيبقى mid diastolic with pre-systolic accentuation. نفهمه ازاي؟ هي المشكلة دايما في الميترال valve during systole ولا during diastole؟ during diastole اللي هو الوقت اللي بيعدي فيه الدم من ال left atrium لل left ventricle. يبقى اذا الميرمر بتاع الميترال سينوزس بيبقى diastolic murmur. diastolic murmur طيب في بدايه الدايستري ولا في اخر الدايستري؟ ده بيبقى عامه في النص، وممكن يزيد قوي لما تلاقيه قرب الاخر تعرف ان في مشكله اكبر، ان الدخل عندك بدا يدخل فيه severe mitral stenosis. ليه؟ لان في الفتره دي بتبدا الاتريا تكونتراكت،
بيحصل اتريوم كونتراكشن عشان تبوش تساعد البوش اوف ذا بلاد. دايما في بدايه الدايستري الدم البريشر جوه الليفت اتريوم بيبقى عالي، فالدم بيتدفق من الليفت اتريوم الى الليفت فنتريكل. طيب في الاخر يبدا كميه الدم تقل وبالتالي البريشر بتزيد. طب ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان تبدا الاتريوم نفسها بقى الاتريوم تعمل كونتراكشن عشان خاطر تساعد على تدفق الدم المتبقي جوه الليفت اتريوم. في الوقت ده لما بيحصل الليفت اتريوم كونتراكشن هو ده بيبقى فيه الماكسيمم فلو اوف بلاد من الليفت اتريوم للليفت فنتركل، وانت بتزق اجينست النارو فالف فبتسمع الميرمر، صوت الميرمر بيعمل وبيبقى during diastolic، عشان كده بيبقى عندهم mid diastolic murmur. طب ايه حكايه بقى البريسيستوليك اكسنتويشن؟ هو ده البريسيستوليك اللي هو الفتره بتاعه الميترال وول بتاعه الليفت اتريال كونتراكشن بتزيد. البريسيستوليك اكسنتويشن ليها كلينيكال فاليو، هي تبقى موجوده مش في كل الحالات، يعني لو عنده مايلد الى مودريت فالف ستينوزس ما تسمعش البريسيستوليك اكسنتويشن، لكن لما عندهم سيفير ميترال ستينوزس معناها نسبة الضيق عالية أوي أوي أوي، حتى كمية الدم القليلة اللي في آخر الدايستري وهو الاتريا بتعمل كونتراكشن بتسمع لها صوت، عشان كده بيسموها بري سيستوليك اكسنتويشن. يبقى إذن الميرمر تاني بتاع الميترال ستينوزس نبقى فاهمينه، هو الموضوع مش حفظ، الموضوع لما تبقى فاهمه هتلاقي الدنيا بقت سهلة جدا معاك. الميرمر بعرف حاجتين، بعرف المكان والزمان. الكاركتر مش مهم ابقى عارفها قوي بس تبقى حاجه يعني مميزه، بس دايما ابقى عارف المكان والزمان. الميرمر بتاع الميترال سينوزس مكانه فين؟ مكانه عند الايبكس. طب الزمان هل هو دايستوريك ولا سيستوريك؟ لا، بيبقى ديورينج دايستوري اللي هو الفتره اللي بيعدي فيها الدم ثرو ذا نارو فالف. طيب في اول الدايستوري ولا في نص الدايستوري ولا في اخر الدايستوري؟ مينلي بيبقى في نص الدايستوري لانه ده الوقت اللي بيبقى فيه اكتر فلو اوف بلاد من الليفت اتريوم للليفت فنتركل. لكن في حاجه كاركترستيك اسمها بري سيستوليك اكسنتويشن، هل دي موجوده في كل الحالات؟ لا، موجوده بس في السيفير كيسز اللي بيحصل فيها اتريال كونتراكشن عشان خاطر تعمل تبوش مينيمال اماونت او ريزيدوال اماونت الصغيره من الدم اللي موجوده في الليفت اتريوم. اوكي، وخلي بالكم النقطه دي كلينيكال بقى مهمه قوي، يقول لك انه ذا تايتر ذا ستينوزس، دي حاجه من حاجات الكلينيكال فاليو اللي اقدر اعرف فيها هل الستينوزس ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير، انه كل ما تلاقي الميرمر برولونجت وكل ما تلاقي ان في عندك كلوزر اوبننج سناب تو ذا سكند ساوند يبقى ده معناه ان العيان دوت عنده سيفير ميترال ستينوزس. يبقى واحده من الكرايتيريا او سيفير ميترال ستينوزس هو الديوريشن بتاعت الميرمر نفسه، انه كل ما يطول معناه ان في عندي نارو ميترال فالف، وكل ما تلاقي بقى البري سيستوليك اكسنتويشن الاوبننج سناب تبقى اعلى وتقرب من الاس 2 معناها ان ده عنده سيفير ميترال ستينوزس. تعال نترجم الكلام دوت على الدياجرام اللي قدامنا ده كده. ادي عندنا الاس 1 والاس 2. الاس 1 ايه اللي بيحصل فيها؟ الاس 1 ده بدايه ان هيحصل خلاص سيستولي، يعني هيحصل ventricular contraction فالميترال فالف تقفل. طب الميترال فالف تقفل هي اصلا نارو فالف ساعات بتبقى كالسيفايد فتعمل لك صوت عالي، عشان كده عندهم loud first heart sound. loud first heart sound ده رقم واحد. طب رقم اتنين الميرمر بقى اللي موجود، الميرمر اللي موجود بيبقى زي ما احنا شايفين during diastole اللي هي الفتره اللي the cusps of the valve بتفتح فيها عشان خاطر الدم يحصل له flow. طيب واكتر وقت بيبقى فيه flow of blood في منتصف الدايستوري، عشان كده بيبقى عندهم mid diastolic murmur with pre-systolic accentuation. طيب الـ opening snap دي هي زي ما قلت هي الفترة بتاعت بداية الـ flow of blood، بداية الـ flow of blood through the narrowed valve. كل ما الـ opening snap دي تقرب والـ pre-systolic accentuation تزيد، كل ما معناه ان العين دوت عنده severe mitral stenosis. يبقى اجين انا اتكلمت عن ايه من البدايه؟ انا اتكلمت عن الميترال ستينوزس وعرفنا الباثوفيزيولوجي بتاعته، ان بيحصل نارو في الميترال فالف، ونتيجه لذلك بيحصل حاجتين مهمين قوي، بيحصل انه الدم الخارج من الليفت اتريوم دي الليفت فنتريكل سيستم سيركيليشن بيقل، عشان كده بيبقى عندهم لو كارديك اوتبوت. لكن الحاجه كمان الاهم ان بيحصل كونجيشن بيهايند ستينوتيك فالف، وبالتالي بيبقى عندهم يعني ميدلي في اللنج بيبقى عندهم pulmonary congestion. pulmonary congestion دي لو prolonged بتأثر على pulmonary artery، بيدخل فيه pulmonary artery
هايبرتنشن، وبالتالي لو برولونج بتأثر على الرايت سايد اوف ذا هارت بيدخل في رايت سايد هارت فيلر. اهم سبب للماتر ستينوزس هو الروماتيك فيفر، الروماتيك فيفر ان شاء الله هنتكلم عنها بعد كده. طيب بعد كده اتكلمنا عن البرزنتيشن نفسه، السيمبتومز عندهم manifestations of pulmonary congestion اللي هي dyspnea و dyspnea exertion و paroxysmal nocturnal dyspnea و hemoptysis، عندهم manifestations of low cardiac output، وممكن تلاقي manifestations of complication. أشهر complication بتحصل عليهم دول هي ال AEF. اتكلمنا بعد كده عن ال signs وقلنا إن في حاجات general exam. أبص على ال pulse، ممكن تلاقي small pulse volume، ممكن تلاقي regular pulse لو عندي دخل في AF. وحاجة من الحاجات ال characteristic عندهم mitral facies، بيعبارة عن مولر فلاش زي ما قلت نتيجة دايليتد كابيلاريز. طيب الاكزامينيشن اللوكال اكزامينيشن بقى على الهارت على البريكوردي، ببص على الايبكس بيلاقي كاركترستيك تابنج ايبكس نتيجة لاود اس 1. ممكن كمان لو برولونج الكيس بتلاقي ليفت باراسترنا هيف، اللي معناه ان عندي دخل فيه رايت فنتريكولر هايبرتروفي. بالسماعة بسمع الاس 1 بتلاقي لاود، وممكن تسمع اوبننج سناب يبقى بعد الاس 1 اللي هي بداية الجش اوف ذا بلاد. الحاجة التانية بسمع الميرمر، الميرمر بيبقى ليه كاركترستيك إن هو بيبقى بسمعه عند الأيبكس، وبيبقى ميد دايستوليك ميرمر with بري سيستوليك accentuation زي ما شفنا في الدياجرام اللي قدامنا. طيب تعالوا بعد كده نشوف الانفستيجيشنز اللي بعملها في العيان عندهم ميتر سينوس. خلي بالكم هو بس الكلام عن ميتر سينوس هو ده واحد من اهم الفالف ديزيزز، عشان كده احنا الكلام فيه باستفاضه شويه. الميتر سينوس زي ما احنا واخدين في الفالف ديزيز عامه من اهم الدياجنوستيك تولز اي سي جي تشيست اكس راي ايكو، اي سي جي تشيست اكس راي ايكو، اي سي جي تشيست اكس راي ايكو. كنا اتكلمنا في الاورتيك سينوسس في سبيشال كمان هو الكارديك كاتاليزيشن. اوكي طيب تعالوا نبص على الاي سي جي بقى في الناس اللي عندهم مايترال ستينوس. ايه هي الكاركترستيك بتاعت الاي سي جي؟ اول حاجه العينين دول زي ما انا قلت بيبقى دايما الاتشال وول بتبذل بريشر عشان خاطر تضخ الدم، وبالتالي بيبقى عندهم اتشال هايبرتروفي. بتبان ازاي في الاي سي جي؟ من حاجه اسمها بي مايترال، بي مايترال. يبقى البي مايترال اللي هي بتبقى عباره عن تو بيك دي بتاعت المايترال سينوس. خلي بالكم عشان نفرق ما بينها وبين حاجه اسمها بي بالمونال، بي بالمونال بتبقى التانية أطول من كده، سوري البي بالمونال بتبقى عبارة عن تول أند بيك، أما البي مايترال بتبقى وايد وبتلاقي فيها كده إيه زي واخد شكل إم شيب، وايد أند بيفت، وايد أند بيفت. أوكي ودي معناها إيه؟ معناها زي ما أنا ما قلت إن بيحصل بالمونري الاتريال وول بيحصل فيها هايبرتروفي وبيحصل فيها دايلاتيشن. طيب ممكن كمان في الاي سي جي، يمكن دي اهم فاليو الاي سي جي في اللي عندهم ماتر سينوز، مش انا ابص على البيو، لا اهم فاليو حقيقي ان انا اشوف عنده اي اف ولا لا. اوكي الاي اف بيبقى كاركترستيك، دي طبعا كاركترستيك ان مش بتلاقي بي هات خالص، وفي نفس الوقت الريت نفسه بيبقى ريجولر. اوكي يبقى ما بتلاقيش عندهم ساينس ريزن، ده رقم واحد نو بيز، في نفس الوقت الريت بتاع الفنتريكل كونتراكشنز بيبقى ريجولر. ممكن كمان من ضمن الحاجات اللي تلاقيها زي ما قلت في البرولونجد كيسز لو عند دخل في رايت فنتريكولار هايبرتروفي، بقى هتلاقي مانيفستيشنز او ساينز اوف رايت فنتريكولار هايبرتروفي كلينيك ان شاء الله هنتكلم عنها في الاي سي جي بشكل بسيط. لكن دلوقتي تبقى عارفين ان رايت فنتريكولار هايبرتروفي بيبقى عندهم انكريز في الار في في 1 وفي 2. خلي بالك انه الليفت فنتريكولار هايبرتروفي بلاقي الار بتبقى عاليه في في 5 وفي 6، اما الرايت فنتريكل هايبرتروفي بتاع الار بتبقى طويله في في 1 وفي 2. طيب من ضمن الانفستيجيشنز تانية التشيست اكس راي، والتشيست اكس راي واحد من الدياجنوستيك تولز المهمه قوي في الميتري سينوسس. لو بصيت في التشيست اكس راي بتلاقي الويست اوف ذا هارت بيبقى اوبليتريتد في حالات الميتري سينوسس. اوكي ده معناه ايه؟ معناه ان حصل ليفت اتريال انلارجمنت. خلي بالكم ان ليفت اتريال مشكلتها بس هي ديت البوستيريور تشامبر في الموست بوستيريور تشامبر اوف ذا هارت، يعني اخر تشامبر ناحيه ورا في القلب هي ليفت اتريال، وبالتالي افضل حاجه تقدر تديتكت بيها ليفت اتريال دايلاتيشن مش في الفرونت فيو، مش الاي بي فيو، لا انا ببص عليها في اللاترال فيو. طيب لكن في الاي بي فيو ان انا ببص عليها انا معايا في الفرونت فيو او فروم ذا باك زي ما احنا شايفين كده، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه هنا كده الجزء ده كده بيسموه الويست اوف ذا هارت،
اللي هي تقريبا مقابلة للثيرد والفورث انتركوستال سبيس. عندنا هنا كده الليفت سايد اوف ذا هارت اصلا بيكون من اول حاجة دي اسمها الاورتيك ناكل، وبعد كده البالموري ناكل، وبعد كده الويست اوف ذا هارت. والويست اوف ذا هارت ده المفروض بيكون بالليفت اتريوم اف ثيرد سبيس فورث سبيس انتركوستال سبيس. لما النورمال بتلاقيه بيبقى قريب كده مقفول، لكن لما بيبقى شكله ستريت كده واخد شكل زي ما يكون مرسوم بالمسطره، ده بيسموه اوبليتريتد ويست، وده ساينز اوف ليفت اتريال انرشمنت. من ضمن الحاجات كمان المهمه اللي ممكن تشوف كمان لما بيحصل برولونجد ميتري ستينوزس، البالموري ارتري كمان زي ما قلت بيحصل لهم بالموري ارتري هايبرتنشن، وبالتالي بيبقى عندهم بروميننت بالموناري ناكل، بروميننت بالموناري ناكل. في المراحل المتقدمه كمان ممكن يدخل في رايت سايد هارت فيلير او رايت سايد رايت فنتريكولر enlargement او right ventricular hypertrophy. هتلاقي انه ال right side بقى of the heart بيبقى فيه characteristic زي ما يكون double shadow. ال double shadow ده سببه ال right ventricular hypertrophy. يعني هنا هتلاقي فيه زي خط وفي خط تاني، واحد فيهم بال left ventricle وواحد فيهم بال right ventricle اللي بيحصل له، سوري، واحد فيهم بال right ventricle وواحد فيهم بال right atrium. اوكي، هنا كده مكان ال right atrium وهنا مكان الرايت فنتركل. لما بيحصل لهم رايت فنتركل هايبرتروفي بتلاقي فيه زي دبل سيلويت لاين موجود في الرايت سايد اوف ذا هارت او الرايت بوردر اوف ذا هارت. اوكي، يبقى اذا مانيفستيشن اوف ميتري سينوزس على الاي سي جي، ببص على الليفت بوردر وبص على الرايت بوردر. الليفت بوردر اهم حاجه وهو الويست اوف ذا هارت. لو لقيت اوبليتريتد ويست، اوبليتريتد ويست معناه عنده ليفت اتريال enlargement، وده غالبا بيبقى secondary to mitral stenosis. أبص بقى على الكومبليكيشن، ممكن تلاقي prominent pulmonary knuckle معناه إن دخل فيه pulmonary hypertension، وممكن تلاقي بقى على ال right border of the heart، right border of the heart ببص على manifestations of right ventricular hypertrophy. right ventricular hypertrophy على الإكس راي بتلاقي increase في right border of the heart، وممكن تلاقي زي ما قلت double silhouette أو double line معناه إن عنده دخل فيه right ventricular hypertrophy. لكن من الحاجات المهمة كمان مش ببص على ال cardiac shadow بس، لأ أبص كمان على اللانج فيلد. ابص على اللانج فيلد. اللانج فيلد طبعا عيل دول عندهم بالمونري كونجيشن. بالمونري كونجيشن دي بتنعكس، ممكن ابص عليها تلاقي حاجه اسمها كيردي بي ساين. كيردي بي ساين ايه حكايه الكيردي بي ساين دي؟ هي عباره عن انترلوبر اديما، انترلوبر اديما بتلاقيها موجوده من عند البريفري بتاعت البالمونري فيلد، بتبقى خطوط كده صغيره وبارلل، هنشوفها دلوقتي في الصوره اللي بعدها. دي الكاردي بي لاين، هي عباره عن زي ما شايفين كده خطوط بريفرال صغيره وبارل لبعضها، زي متعامده مع ال diameter of the thorax parallel to the diameter of the thorax. سببها ايه؟ سببها interlobar edema. اوكي، طب ايه حكايه بقى الكاردي اي ساين بقى دي؟ الكاردي اي لاينز دي مختلفه شويه. احنا في يمكن الكاردي ده كان واحد نيورولوجيست ورادياولوجيست هو ده حط الاكسبريشن دوت لل فاين الخطوط الرفيعه قوي اللي احنا بنشوفها دي، اللي بيبقى سببها مين؟ يا اما بالموناري اديما يا اما ليمفاتيك اديما. اوكي، يمكن كيرد اي لاينز دي سببها اكتر هو ليمفاتيك كونجيشن او ليمفاتيك اديما. فشكلها عامل ازاي؟ تبقى عباره عن خطوط طويله، تبقى اطول شويه، وتبقى جايه من عند الهايلر لاينز، بيبقى هايلر لاينز من ناحيه الهايلر. لكن الكيرد بي لاينز لا، بتبقى خطوط صغيره وبرل لبعضها وبتبقى عند البريفري اوف ذا لانج. الكيرلي اي لاينز زي ما قلت سببها ليمفاتيك كونجيشن في اللانج، الكيرلي بي لاين سببها انتر لوبر او انتر سيبتال كونجيشن، انتر سيبتال كونجيشن. اوكي، الكيرلي اي لاينز زي ما احنا شايفين ممكن نشوفها في حالات لما يحصل فيها عندنا ليمفاتيك اوبستراكشن او في حالات الكانسرز. الكيرلي بي لاينز بشوفها في حالات البلمونري كونجيشن، pulmonary congestion. يمكن كمان في حاجه كمان اسمها كيرلي سي لاينز، مش مهمه قوي علينا بس على قدنا مهمه قوي نبقى عارفين كيرلي بي لاينز، والاقل اهميه شويه الكيرلي اي لاينز. يبقى اجين تاني، الكيرلي بي لاينز دي عباره عن خطوط صغيره بارل لبعضها موجوده ناحيه البيرفري، بيبقى سببها انتر دوبر او انتر سيبر بالمونري كونجيشن. يبقى تاني تعالوا نتكلم عن الانفستيجيشن بتاعت الميترا سينوزيس. الاي سي جي ببص تلاقي بي مايترال، ممكن تلاقي عندهم رايت فنتركلر هايبرتروفي. من الكومبليكيشن المهم قوي اللي ممكن تبص على الاي سي جي هو الاي اف، ببص على الريت والريزم، هل عندهم نورمال ساينس ريزم ولا لا او نو ساينس ريزم،
والريت بتاعي والريزم بتاعتي الريجولار، يبقى على طول انا دخل في كومبليكيشن اسمها اي اف. ببص على التشيست اكس راي، التشيست اكس راي مهم قوي، ابص على الكاردياك شادو، كاردياك شادو ابص على الليفت بوردر، هل في اوبليتريشن اوف ذا ويست، هل في عندي بالموري نكل، ده على الليفت بوردر اوف ذا هارت، على الرايت بوردر اوف ذا هارت ابص هل في عنده رايت فينتر هايبرتروفي ولا لا، وابص على اللونج فيلدز هل في عندهم كير دي بي لاينز اللي هي عباره عن ذات دينوت ان عندها عندهم بالموري كونجيشن او انترسبتال اديما. من اهم بقى الانفستيجاتوري تولز في الميتري سينوزس هو الايكو هارت، زي ما قلت انه دايما افضل اداه تشخيصيه في تشخيص الفالفولار هارت ديزيز هو الايكو. ليه؟ لان الايكو بيوريني بيديني كذا معلومه، اول حاجه بيديني معلومه عن الفالف نفسه، حاله الفالف نفسها، حاله الكاسبس عامله ايه، عن الفلو اوف بلاد across the valve، فانا ببقى شايف الدم وهو رايح across the valve، وببقى شايف لو في عندي pressure changes around the valve نفسه. لكن يمكن انا شايف ان اهم value كمان في الايكو مش بس ان انا اشوف حاله الفالف كمان، لا ان انا اسس حاله الفنتريكلز، حاله الهارت ككل، الفانكشن بتاعت الفنتريكلز. ليه؟ لانه كمان العين ده لو دخل في complication نتيجة ventricular hypertrophy أو dilatation معناها عنده خلاص دخل في late stage، وده هيبقى واحدة من ال indications اللي دخلنا بعد كده إن لازم عنده محتاج تدخل جراحي. أوكي؟ طيب الإيكو زي ما إحنا شايفين، نتكلم بقى الإيكو زي ما بيقولوا إن إحنا بشوف بقيس الميترا فالف أريا، هو normally الميترا فالف أريا من 4 ل 6 سم عارفينها، لكن الميترا ستينوز بتشخص لو الميترا فالف أريا أقل من 1.5 سم، ودي حاجة من الحاجات اللي هي أماكن أسئلة الـ MCQ. يبقى الـ Severe Mitral Stenosis لو الـ Valve Area قلت عن 1.5 سم، معناها عنده Severe Mitral Stenosis. طب إيه قيمة الكلام ده؟ هنشوف بعد كده إن ده واحد من Indication for Surgical Intervention. أوكي؟ لكن مش بس قيمة الإيكو إن أنا بأسس الـ Valve نفسه أو الـ Valve Area بس، لأ كمان بأسس الـ Ventricular Function. طيب يبقى تعالوا بقى مرة تانية نلخص الانفستيجيشنز. الانفستيجيشن اي سي جي ممكن تلاقي فيه بي ميترال، ممكن تلاقي فيه فنتركل رايت فنتركل هايبرتروفي، ممكن تلاقي اي اف. الاكس راي زي ما انا ما قلت، ببص على الليفت بوردر وببص على الرايت بوردر، الليفت بوردر ببص على الويست اوف ذا هارت، ببص على البالموري ناكل، الرايت بوردر ببص هل في عندي ساينز اوف رايت فنتركل هايبرتروفي ولا لا، وكمان ببص على اللانج فيلد هل في كيرلي بي ساينز ولا لا. الايكو قيمة الايكو حاجتين، ان انا بأسس الميترال فالف اريا، وفي نفس الوقت بأسس كمان الليفت فنتركلر فانكشن او الليفت اند رايت فنتركلر فانكشن، ودي حاجة من الحاجات المهمة عشان خاطر اشوف العيان ده هيبقى indicated for medical treatment ولا indicated for intervention. الكومبليكيشنز بقى عندنا بتاعت الميترال ستينوزيس، طبعا زي ما احنا قلنا ان عندها بقى عندهم بالمونري اديما نتيجة انه خلاص الدم بقى متراكم ورا الميترال ورا الليفت اتريوم، عندهم بالمونري كونجيشن البالمونري اديما، اللي هي لو برولونجد عندها بيدخل فيه بالمونري ارتري هايبرتنشن، لو برولونجد بيدخل فيه رايت سايد هارت فيلير. اوكي؟ لكن من اشهر الكومبليكيشنز اللي ما ينفعش ننساها في حد عنده ميترال ستينوزيس هو الاي اف، وسكندري ليها السيستميك امبولايزيشن. يبقى اي اف وسيستميك امبولايزيشن. واحده برضو من المشاكل اللي ممكن تحصل هو الانفكتيف اندوكاردايتس، انفكتيف اندوكاردايتس عامه، الانفكتيف اندوكاردايتس زي ما اتكلمنا عليها في الاورتيك ستينوز بتحصل اراوند فالفس اللي بيبقى فيها هاي بريشر تشينج، عشان كده الليفت سايد يعني بيبقى فيه هاير بريشر، عشان كده هو ده البيست سايد اللي بيحصل فيه او الموست كومن سايد اللي بيحصل فيها انفكتيف اندوكاردايتس. يمكن بتحصل اكتر كمان عند الاورتيك فالف عشان البريشر عليه اعلى، لكن كمان ممكن تحصل عند الميتر فالف لو عندي فرق في البريشر عالي. ممكن الكلام برضو اللي قلناه قبل كده في حالات الانفكتيف اندوكاردايتس، كان الكلام القديم انك العينين دول محتاج ان انت تعمل لهم بريكوشن، لو اي قبل ما ياخد ما يعمل انترفنشن في دنتال انترفنشن او سام انترفنشنز مهم قوي ان انا بعمل لهم انتي بايوتيك بروفيلاكس. لكن الكلام ده اتغير في الجايد لاينز الجديده، بقى انه نو نيد فور روتين ان انتي بايوتيك بروفيلاكسس في الناس اللي عندهم اورتيك سيروزز او ماترال سيروزز او ماترال فالف برولابس، وبقت الحاجات دي بس اونلي انديكيت في الناس اللي عندهم هاي ريسك بيشنتس، اللي هم لو حصل لهم انفكتيف انتوكاردايتس عندهم بور اوتكمز، هم سبيشالي العيان اللي عندهم مغيرين الصمام او عندهم بروستاتيك فالف، او الناس اللي عندهم جالهم قبل كده اوريدي انفكتيف انتوكاردايتس، او الناس اللي عندهم كونجينيتال
هارت ديزيز، والكونجنتال هارت ديزيز ده ما تصلحش. اوكي، يبقى ده اتكلمنا عن الكومبليكيشنز بتاعت الماتريس نورس، يبقى اتكلمنا عن الايتيولوجي، اتكلمنا عن البرزنتيشن، الانفستيجيشن، الكومبليكيشن، واخيرا تعالوا نتكلم عن المانجمنت اوف ميتريال ستينوسس. اجين المانجمنت ممكن يكون ميديكال، ممكن يكون انترفينشن. يمكن اهم سؤال دايما واحنا بنتكلم عن فالف هارت ديزيز هو امتى يبقى فيه تدخل جراحي. خلاص، الميديكال تريتمنت طبعا هيبقى الهدف منه انك تصلح البلمرين كونجيشن، او لو عندها لو دخل فيه رايت سايد هارت فيلير معالج رايت سايد هارت فيلير. لكن من اهم الحاجات في الميديكال تريتمنت هو الانديكيشن فور انتي كواجيليشن. العيان ده امتى تدي له انتي كواجيلانت؟ عامه العيان دول زي ما قلت لك برولونج دخل في اي اف، يبقى لازم العيان ده لازم تدي له انتي كواجيليشن، لان لو دخل في اي اف عنده هاير ريسك ان يحصل له ثرومبوزز، واللي ممكن تؤدي الى امبوليزيشن. عشان كده مهم جدا العيان دول انك تدي له تعمل له انتي كواجيليشن. مش كده بس، حتى لو ما دخلش في اي اف، مجرد بس انك كلينيك اللي بقى لقيت عنده ليفت اتريال انلارجمنت، ليفت اتريال انلارجمنت معناه ان بيبقى فيه ممكن في عندي ستاجنيشن اوف ذا بلاد، وممكن تؤدي الى اتريال ثرومبس. عشان كده مهم جدا العيان دول انك تفولو اب بالايكو، وتشوف هل السايز بتاعت الليفت اتريال نفسها، والله هل العيان ده دخل عنده اتريال ثرومبس ولا لا، عشان خاطر العيانين دول هيبقوا انديكيتد فور لايف لونج انتي كاجريشن. اوكي، طيب السؤال بقى امتى يبقى في عندك انترفينشن؟ يبقى في عندك انترفينشن لو عند عنده سيمتوماتيك فالف ديزيز او بقى كومبليكيشن. القاعده دايما في اي حيان عنده فالفر هارت ديزيز امتى يبقى في سيرجيكال انترفينشن؟ لو هو سيمتوماتيك، لو هو سيمتوماتيك او لو دخل فيه كومبليكيشن. اوكي، طيب الانترفينشن عندنا في الناس عندهم ميتريال سينوس حاجه من الاثنين، ممكن تكون حاجه مايلد يعني حاجه ليس انفيزيف اللي بيسموها فالفوتومي. الفالفوتومي ان انا بدخل اوسع الفالف، ممكن يكون من خلال بالون حاجه اسمها ترانسسبتال بالون فالفوتومي، ان بدخل مينيمال انفيزيف وادخل اعدي على بخرم السبتم اوف ذا هارت، واعمل دايلاتيشن من خلال كاثترايزيشن، واوصل للرايت سايد ثم اخرم السبتم وادخل في الليفت سايد، واعمل دايلاتيشن للليفت اتري للمايترال فالف، المايترال فالف نفسه من خلال البالون. اوكي، او ممكن يكون اوبن هارت، ان انا ادخل بقى افتح اوبن هارت واعمل فتحه صغيره خالص كده، اوصل للفالف نفسه واعمل له فالفوتومي، اوسع الفالف. اوكي، دي حاجه بتبقى مينيمال انفيزيف. لكن ممكن كمان ان ادخل اغير الفالف خالص واعمل فالف ريبليسمنت وهحط بروستاتيك فالف. طب ايه هي الانديكيشن بتاعت ده؟ الانديكيشن بتاعت الفالفوتومي عامه لو عنده سيمتوماتيك او زي ما قلت دخل في كومبليكيشن او بالمور هايبرتنشن، الانديكيشن بقى اوف فالف ريبليسمنت هي كونترا انديكيشن فور فالفوتومي، بمعنى ان في حالات ما ينفعش اعمل فيها فالفوتومي. لو عنده سيفير ماتريس سينوس اللي احنا قلنا عليها، والماتريس اريا اقل من 1.5، لان مهما وسعت مش هتقدر توصل للتارجت بتاعك. الحاجه الثانيه لو حد دخل فيه ليفت اتريال ثرومبس، او ليفت اتريال ثرومبس يبقى لازم اوبن هارت وتدخل وتغير الفالف نفسه. اوكي، او لو العيان ده عنده كونكوميتنت مودريت تو سيفير ريجرجيتيشن، لو عنده دبل ماتر، لو عنده ستينوزس مع ريجرج، بس انهي ديجري من الريجرج اللي هو مودريت تو سيفير ريجرج. يبقى اذا في عندي 3 indication for valve replacement في الناس عندهم mitral stenosis. لو عنده severe mitral stenosis، او لو complicated left atrial thrombosis، او لو عنده double mitral معاه moderate and severe regurgitation plus mitral stenosis. اوكي، يبقى تاني التريتمنت عندنا medical و surgical. الميديكال زي ما قلت انا بعالج complication، وفي نفس الوقت ما تنساش rule of anticoagulation لو عنده دخل في اي اف، او لو مجرد عنده ليفت اتريال دايلاتيشن. السيرجيكال بي انديكيت لو حد سيمتوماتيك او دخل في كومبليكيشن. في عندنا تو تولز، حاجه ليس انفيزيف اللي هي الفالفوتومي، وحاجه مور انفيزيف اوبن هارت سيرجري هو فالف ريبليسمنت. الليس انفيزيف بعملها لو عنده سيمتوماتيك او عنده بالمر هايبرتنشن وما عندوش كونترا انديكيشنز. ايه هي بقى الكونترا انديكيشنز للفالفوتومي؟ اللي هي هتبقى انديكيتد فور فالف ريبليسمنت، رقم واحد لو دخل في مايترال سينوزس، رقم اثنين لو دخل في ثرومبوزس، رقم ثلاثه لو عنده دبل مايترال. يمكن الحاجه الاخيره اللي هتكلم عنها في المايترال سينوزس هي لوتن بيكر سيندروم. يمكن دي حاجه ادفانسد شويه الناس اللي هي بتذاكر بقى مثلا ام ار سي بي او كده. نتكلم بس على لوتن بيكر سيندروم.
هي سندروم بيبقى فيها عندنا حاجتين، بيبقى عندهم congenital ASD و acquired mitral stenosis. يبقى إذا لو أنا عندي الحاجتين أهوت ASD و mitral stenosis، هي دي Luttenbacher syndrome. طيب طبعا لأنه المايترال ال ASD أكتر more common في الومن، وبالتالي في Luttenbacher syndrome بتبقى more common in women. يمكن قيمتها ان عادي دوت طبعا presented later in life ونفس ال presentation of mitral stenosis، بس يمكن المشكلة هنا ان عادي لو ما اتعالجش if left untreated بيدخلوا في Eisenmenger syndrome. يعني ايه Eisenmenger syndrome؟ يعني بيحصل shift of blood، بدل ال movement of blood from left side to right side وده normal. لا، لو حصل بقى انه البلد بقى حصل له فلو فروم رايت سايد تو ليفت سايد من الدم الغير مؤكسج الى الدم المؤكسج، دي اوكسجينيتد رايت سايد اللي بيبقى فيه مينلي دي اوكسجينيتد بلاد، الى الليفت سايد اللي بيبقى فيه اوكسجينيتد بلاد، والعين بيبقى بريزنتد باي ساينوزيس. ده الايزنمنجر سندروم. طب ايه الميكانيزم اوف ايزنمنجر سندروم في الناس اللي عندهم ليتنباكر سندروم؟ زي ما احنا عارفين النورمال اي اس دي، العيانين عندهم اي اس دي في حالات كتير قوي بتعدي الناتس، بيكملوا حياتهم عادي جدا، الدم دايما بيقفلهم من الليفت اتريوم للرايت اتريوم. ليه؟ لان البريشر دايما جوه الليفت سايد اوف ذا هارت اعلى من الرايت سايد اوف ذا هارت. لكن مشكله العيانين اللي بيحصل لهم بقى لوتنباكر سندروم، اللي بيبقى عندهم كمان اكوايرد مايترال ستينوزس، زي ما انا قلت ان المايترال ستينوزس بي بريديسبوز ان عندي يحصل له بالمونري كونجيشن، والبلمونري كونجيشن مع الوقت بتؤدي الى بلمونري ارتري هايبرتنشن، والبلمونري ارتري هايبرتنشن بتؤدي الى ليفت فنتريكولر او رايت فنتريكولر هايبرتروفي، فبيعلى البريشر جوه الرايت سايد اوف ذا هارت ككل لدرجه انه بيكسيد الليفت سايد اوف ذا هارت، وساعتها ممكن الفلو اوف بلاد يبقى مش من ليفت تو ذا رايت، يحصل من الرايت تو ذا ليفت. وانا قلت ان لما يحصل فلو اوف بلاد فروم رايت تو ذا ليفت، العين ده بيسموها ايزنمنجر سيندروم، وبيبقى كلينيكال بريزنت العين ده بيدخل فيه سيانوتيك هارت ديزيز. يبقى دي اهم بس كلينيكال بوينت في اللوتنباكر سيندروم. يبقى اجين اللوتنباكر سيندروم يبقى عندهم حاجتين، عندهم اي اس دي بلس مايترال سينوزس مور كومن في الومن، يمكن من اشهر مشاكلها بس عندها مدخل فيه ايزنمنجر سيندروم، عشان كده العين ده ماست بي تريتد سيرجيكالي از ايرلي از بوسيبل قبل ما يدخل فيه ايزنمنجر سيندروم. تعالوا بقى نجمع كل الكلام اللي قلناه كده في دقيقتين ثلاثة عن المايترال سينوزس. المايترال سينوزس أشهر سبب هو الروماتيك هارت ديزيز أو روماتيك فيفر. الروماتيك فيفر رقم واحد ورقم اتنين ورقم ثلاثة. الباث فيزيولوجي عندنا بيحصل ناروينج في المايترال اريا، وبالتالي بيحصل حاجتين، بيحصل باك بريشر يعني كونجيشن في اللنج اللي ممكن تؤدي إلى بالمونري ارتري هايبرتنشن ورايت سايد هارت فيلير، وفي نفس الوقت لو كاردياك اوتبوت. البرزنتيشن بتاع دول رقم واحد بالمونري كونجيشن بمضاعفات اللي هي ديزنيا وباروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا وهيموبسيس. كمان ممكن يبقى في عندنا البرزنتيشن بتاعت كومبليكيشن اي اف، يبقى عندنا بالبيتيشن رايت سايد هارت فيلير، يبقى عندي فاتيج اند كولد اكستريمتيز. الساينز جنرال اكزامينشن ببص على البالس سمول بالس فوليوم والريجولار بالس، وبيبقى عندهم كمان مايترال فيشز اللي هي نتيجه دايريت الكابيلاريز ديو تو كربون دايوكسيد ريتنشن. الساينز ببص على لوكال اكزامينشن اوف ذا هارت، الايبكس تبقى تابنج عشان خاطر لود اس 1، في نفس الوقت بيبقى عندهم ليفت باراسترنال هيف لو كومبليكيتد ب رايت فنتركلا هايبرتروفي. السماعه بسمع حاجتين، بسمع الاس 1 وبسمع الميرمر. الاس 1 بيبقى عندهم لود اس 1، وممكن تسمع كمان معاها اوبننج سناب اللي هي بتاعت الجاش اوف ذا بلاد. الميرمر بيبقى عند الايبكس وبيبقى ميد دايستوليك ميرمر ويز بري سيستوليك اكسنتويشن، وفهمنا الكلام ده ليه. لكن اهم حاجه نبقى عارفينها انه كلينيكال ممكن نعرف نحدد درجه السيفيرتي بتاع الميتريال سينوزس من خلال الديوريشن اوف ذا ميرمر، كل ما يطول كل ما معناه ان عندي سيفير ميرمر، وفي نفس الوقت الاوبننج سناب كل ما تقرب للسكند ساوند. الانفستيجيشن رقم واحد اي سي جي، ما تنساش البي مايترال ورايت فنتركل هايبرتروفي، واهم حاجه ان انا ادور هل عندي دخل في اي اف ولا لا. التشست اكس راي ببص على الكاردياك شادو، ببص على اللونج فيلد. الكاردياك بتلاقي اوبليتريتد ويست، ممكن تلاقي ساينز اوف بالمونري هايبرتنشن وساينز اوف رايت فنتركلر هايبرتروفي. اللونج فيلد ببص على كونديشن، هل في كيرلي بي ساينز كيرلي بي لاينز ولا لا. من اهم الانفستيجيتيف تولز هو الايكو. الايكو بيحدد لي الميترال فالف اريا، وبيحدد لي كمان الفانكشن بتاعت الليفت فنتركل. كومبليكيشنز بالمونري كونجيشن، بالمونري هايبرتنشن، ورايت هارت فيلير. لكن ما تنسوش ان من اهم الكومبليكيشن هو الاي اف وسيستميك امبولايزيشن،
بلس اور ماينس انفكتيف اندوكاردايتس. المانجمنت فعندي ميديكال، ما تنسوش الانتي كاجريشن في الناس اللي عندهم اوريدي ثرومبس او الناس عندهم دايليتيشن او الناس عندهم اي اف، والسيرجيكال انترفينشن لو سيمتوماتيك او بدا يدخل في مشاكل كومبليكيشن برايت فنتريكولر او هايبرتروفي او هارت فيلير او بلمونري هايبرتنشن. رقم واحد فالفوتومي unless contraindicated، يعني امتى يبقى contraindicated، يعني امتى هيبقى مستدعي ان يعمل لهم valve replacement، لو عنده severe mitral stenosis او دخل في left atrial thrombosis او عنده double mitral. واخيرا اتكلمنا عن Luttenbacher syndrome وعرفنا دي حاجتين مع بعض، هو ASD مع mitral stenosis more common in women، مشاكلها بس ان ده ممكن يدخل في Asymmetric syndrome لو left untreated، عشان كده لازم اعالجهم as early as possible. Thank you. وندعو بقى مع بعض، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.